أستاذة عزة من المنوفية تتفضل. أيوة مع حضرتك أستاذة عزة، يعني أتمنى على حضرتك إن حضرتك توطي التلفزيون شوية وتسمعيني من التليفون لو تكرمت. حاضر. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمشي ولا وطي التلفزيون بس؟ اتفضل. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أستاذة عزة. جزاك الله خير يا شيخنا على الحلقة الجميلة دي أولا. ربنا يحفظك يا ست. بشكر حضرتك يا شيخنا على الحلقة الجميلة دي. ربنا يحفظك. وبقول لحضرتك دلوقتي حضرتك بتقول على التعاطف الزوجي إنه أولا إحساس، أولا المفروض أساسا فيه الإحساس بالأمان وكده. طيب. طبعا طبعا يبقى ده من جهتك أنت. التعاطف يبقى جزء أساسي منه إحساس إحساس الزوجة بالأمان. اتفضلي. تمام يا فندم. أنا دلوقتي حضرتك زوجي كل انتمائه لإخواته ويفضلهم عليا وبيجي عليا عشان إخواته وكده وحاجات كتير في حياته أنا معرفهاش يعني. فا يعني أدق التفاصيل بقى عيان أو كده ياخد إخواته معايا يقول لهم عنده إيه كل حاجاته عند إخواته يعني ما مش حاسة بالأمان ومش عارفة. أنتوا قاعدين في بيت عيلة صح؟ آه. طيب اقول لحضرتك الحل وانا يكون دلوقتي إيه؟ بعمل كل حاجه بتقول عليه دوت ومش جايب نتيجه برضه، فانا عايزه حياتي تستمر وتبقى كويسه يعني. حاضر اقول لحضرتك ايه الحكايه. جزاك الله خير. شكرا يا حضرتك. بصي يا ست، بصي يا ست عزه، الله يعزك طلعي اهله من دماغك، ما ياخد اخواته. يعني هو لو خد اخواته هيحصل ايه؟ ما انت عايزه دلوقتي تتعاطفي معاه. هو الراجل عايش في بيت عيله، عايش في بيت عيله يعني ايه؟ هو اللي اختار كده. هو انتوا اخترتوا ان انتوا تعيشوا في بيت عيله، يعني تعيشوا في هذه البيئه. فايه اللي حاصل؟ فوجود اخواته في عيلته هو حصل امتداد، هو عايش حياه، هو عايش في الكونفورت زون ان هو مع عيلته فاستمرت ده. انت تعرفي تعملي ايه؟ ما تخليش اللي بينه وبين اخواته نزاع بينك وبينه، لكن قدري ده اقرب طريق لقلب جوزك اهله. عايزه تبقي اولويه اساسيه طبعا بلا شك إن الزوجة والمرأة، وأنا بكلم كل الرجالة، لازم تحسس المرأة إن هي الأولوية الأولى في حياتك. ده واجب عليك، واجب عليك. ليه؟ لأن ده اللي بيحسسها بالأمان، لأن هي بتحس بإحساس غريب قوي. لو خيرت أنا ولا أهله هيختار أهله، فما تعرفش ده هو ده شعور. ما تجيش أنت تقول لها غيري نفسك وتربيها، لأ لازم تراعي ده. فأنا بتقول إيه؟ أول حاجة أقر حبه لأهله. بعد شوية إيه اللي حاصل؟ شويه مش هيبقوا ست اشهر الى سنه، هتحس ان انت دخلت جوه اعماق قلبه. ولما تدخلوا في اعماق قلبه هتبقي انت في غايه السعاده وفي غايه الهنا. فلذلك اعملي كده، انت قدري علاقته باهله واحترميها، وحاولي بقدر الامكان ان انت واحده واحده التعاطف ده توصلي اليه. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك ويجعلك ان شاء الله في خير حال، ويجعلك ان شاء الله في حياته اولى اولوياته.